نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. فشل الهجوم الذي شنته المجموعات المسلحة على الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية لبلدة الزهراء في ريف حلب. كذلك فشلت محاولة للمسلحين لفتح جبهة من الجهة الشمالية الشرقية للبلدة على الحدود مع بلدة ماير، ما أدى إلى مقتل العشرات من المسلحين. وكانت اللجان الشعبية قد صدت أيضا هجوما لمسلحي النصرة استهدف جمعية الجود السكنية. تقرير أحمد عبد الله. تمكنت اللجان الشعبية في الزهراء من صد محاولة النصرة لفتح جبهة جديدة من الجهة الشمالية الشرقية للبلدة، وأردت عشرات المسلحين بين قتيل وجريح. الهجوم جاء بعد فشل النصرة في التقدم في الجنوب الشرقي الذي شهد أعنف المعارك على مدى الأيام الماضية. اللجان الشعبية المدافعة عن بلدتي النبل والزهراء لم تكتفي بصد الهجوم، بل استعادت زمام المبادرة بعد استيعاب الهجوم العنيف، وتمكنت من شن هجوم معاكس لاستعادة السيطرة على بعض النقاط التي احتلتها النصرة في منطقة المعامل، نجحت خلالها في استدراج مجموعات من المسلحين وحصارها داخل معمل الكبريت. الهجوم المعاكس تزامن مع اعتراف جبهة النصرة بانسحابها من محيط جمعية الجود الاستراتيجية جنوب شرق بلدة الزهراء بعد تكبدها خسائر كبيرة. ولجمعية الجود السكنية موقع استراتيجي يشرف على الطريق الدولي وعلى بلدات بيانون، حيان، الطامورة، حريتان، وصولا إلى حلب جنوبا، ونبل والزهراء، وماير، وتل رفعت، ودير جمال شمالا، وصولا إلى الحدود التركية. لهذه الأسباب وضعت النصرة كل ثقلها للسيطرة عليها منذ بدء هجومها، لكن محاولاتها باءت بالفشل بعدما تصدت اللجان الشعبية بقوة للهجوم وأعادت التوازن إلى الجبهة الملتهبة بعد التقدم الطفيف للنصرة. الهجوم المركز والعنيف ترافق أيضا مع قصف شديد طاول معظم المباني في الجمعية الضخمة ودمر معظم مبانيها، فيما رصدت كاميرا الميادين من داخل الجمعية عناصر اللجان وهم في جاهزية تامة للتصدي لمحاولات المسلحين اقتحام الجمعية. باب المعارك في نبل والزهراء لن يوصد قريبا على ما يبدو، والأهالي واللجان يستعدون لما هو أسوأ كما يقولون. وحول ما يجري في نبل والزهراء شمال حلب ينضم إلينا في الاستوديو مراسلنا في شمال سوريا رضا الباشا. سعد الله أوقاتك رضا، وأبدأ معك مباشرة مما يجري وتوضيح صورة ما يجري في نبل والزهراء الآن حاليا. كمال، الاشتباكات اشتدت مساء البارحة، كانت على الجبهة الجنوبية من طرف عنادان والطامورة محاولة تسلل إلى داخل الزهراء تحديدا، بلدة الزهراء تحديدا، شهدت اشتباكات عنيفة جدا مساء البارحة. ما وصلنا من أخبار بأن هناك العديد من القتلى من الفصيل الذي حاولت التسلل إلى داخل الزهراء، إضافة إلى إشعال الجبهة الشرقية مقابل جمعية الجود التي أشار إليها التقرير أيضا. طبعا كانت أيضا اشتباكات عنيفة، لكن كلا الطرفين حافظ على أماكن تواجده. تم إشعال أيضا الجبهة الشرقية لنبل أي مقابل قرية ماير، كان هناك محاولة تسلل، أيضا تم صد الهجوم. اللافت في الأمر هو الأسلحة التي وصلت اليوم بحسب المعلومات المؤكدة، بأن هناك أكثر من 10 مظلات كانت تحمل أسلحة ثقيلة من أنواع الصواريخ، إضافة إلى قذائف المدفعية التي وصلت اليوم إلى نبل تقريبا عند الساعة 11 قبل الظهر اليوم للمقاتلين داخل بلدة نبل، لكي لا يتكرر بحسب ما وصلنا من معلومات سيناريو عين العرب كوباني عندما كانت تفتقد كانت تفتقد إلى الأسلحة الثقيلة من أجل صد الهجوم. هذه الأسلحة طبعا وصلت صباح اليوم كما قلت عند الساعة 11. الطرف المقابل، الجماعات التي تهاجم بلدتين نبل والزهراء، استخدمت قذائف الهاون في ضرب المدنيين في داخل نبل والزهراء لعلها تتمكن من دفعهم للنزوح إلى خارج نبل والزهراء، مما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى. أيضا هناك بعض الأسلحة التي تنفجر أو طلقات الرصاص، لا أعلم بالضبط طبيعتها، ولكن عندما توصلت مع المشفى الميداني أكدوا بأن هناك أطفال وجدوا بعض
بعض الأسلحة وبعض الأشياء التي تشبه الكرات الصغيرة، عندما مسكوها قامت بالانفجار في أيديهم، مما أدى إلى إصابات شديدة جدا في أيدي بعض الأطفال. هناك إصابتين اليوم وقعتا في هذه الحالة. طبعا الاشتباكات، وهذا السلاح يستخدم لأول مرة، هذه أول مرة المنطقة. طبعا هذه أول مرة يتحدث المشفى الميداني بأنه يرى هذا النوع من الأسلحة التي تنفجر في مبعد لا أعلم طبيعة هذه الأسلحة، وهم طبعا لم يقولوا طبيعتها حتى الآن. إلى الآن الاشتباكات مستمرة ولكنها أخف وتيرة من الاشتباكات التي جرت مساء. أنا لدي عدة أسئلة رضا قبل أن ننهي هذه المقابلة للتوضيح ما يجري. علاقة فتح جبهة حندرات بالمعركة التي تجري حاليا في نبول والزهراء؟ نعم كمال، جبهة حندرات إذا ما نظرنا إليها بعد السيطرة على قرية سيفات والسيطرة على المسلمية، بات الجيش السوري يقف على مفرق طرق باشكوي. باشكوي في حال السيطرة عليها تكون بيانون سقطت عسكريا بالنسبة للجيش السوري ووصل مباشرة إلى نبول والزهراء. طبعا بهذه الحالة يكون الجيش السوري قطع الطريق الشرقي لإمداد المسلحين داخل مدينة حلب، إضافة إلى قطعه الطريق الدولي وهو مقطوع حاليا. طبعا يكون المسلحين داخل مدينة حلب تم حصارهم بشكل كامل ومن غير الممكن إيصال الأسلحة إليهم، ولربما هذا الأمر يعيد تجربة حمص القديمة التي سقطت بهذه الطريقة وتم التسوية مصالحة خرج منها المسلحين. أهمية فتح نبل والزهراء وفتح هذه الجبهة حاليا هي محاولة لقطع الطريق على الجيش السوري الذي يفصله عن نبل والزهراء ما يقارب 5 كيلومتر. لذلك نلاحظ أيضا الآن بأن الجيش السوري وضع مدفعية ما يقارب، بحسب ما وصلتنا أيضا من معلومات من هناك، بأن أكثر من 10 مدفعيات تساند أهالي نبل والزهراء وتقطع الطريق الإمداد على جبهة النصرة والجبهة الإسلامية التي تهاجم نبل والزهراء. هي محاولة للسيطرة على نبل والزهراء للإبقاء على الطريق الدولي تحت سيطرة الجبهة الإسلامية، علّه يقطع الطريق على الجيش السوري الذي بقي أمامه كما أشرت ما يقارب 5 كيلومتر. نبل والزهراء محاصرة منذ أكثر من عامين تقريبا أو عام ونصف تقريبا، أليس كذلك؟ ما الذي دفع الآن هذه المجموعات المسلحة النصرة وجيش الإسلام لشن الهجوم الكاسح أو محاولة دخول البلدتين في هذا التوقيت تحديدا؟ السبب الأول بحسب ما لدي أيضا من معلومات هو أولا نبل والزهراء هم استفادوا من حصارها لمدة 2.5 سنين. توقعوا بأن نبل والزهراء لا يوجد لديها أسلحة، ولكن على ما يبدو بأن الجيش السوري كان قد استدرك ذلك قبل فتح جبهة حندرات ومد الجبهتين بأسلحة. أنا كنت على تواصل مباشر مع أهل نبل والزهراء، وكان ما لدي أيضا من معلومات يقول بأن أهل نبل والزهراء لا يمتلكون أسلحة، ولكن فعليا بعد فتح هذه الجبهة وتدمير حتى الآن دبابتين إضافة إلى عربات نقل الجنود كانت تستخدمها الجبهة الإسلامية، قلب الموازين، أي خرج السلاح الذي كان يوجد داخل نبل والزهراء ولا أحد يعلم به، إضافة إلى الإمداد بالسلاح بشكل مباشر للجيش السوري. توقعات جبهة الإسلامية لعلها كانت تتوقع بأن أهالي نبل والزهراء لا يوجد لديهم أسلحة، ولكن على ما يبدو بأن الصورة مختلفة، الصورة مختلفة تماما عما كان يجري، خاصة بأن صد الهجوم وعدد القتلى الذي يتحدث عنه اللجان، تحدثت عنه اللجان الشعبية، فاق 80 أو 100 قتيل حتى الآن، إضافة إلى أنهم يتحدثون بأنهم تمكنوا من أسر أكثر من 4 أشخاص، إضافة وجود العديد من جثث الجبهة الإسلامية وجبهة النصرة داخل نبل. أنا أشكرك لهذه المعلومات، لكن فقط في ثوان رضا حول الوضع الإنساني في البلد. الوضع الإنساني فعلا لا يوجد كما تعلمون، هو حصار 2.5 سنين مطبق تماما، لا يوجد معونات، لا يوجد أي تجهيز طبي من أجل إسعاف الجرحى، خاصة وبأن القصف يستهدف المدنيين، إضافة إلى فقدان التخصصات الطبية من مثلا الأعصاب، وهي ما نعلم بأنها التخصصات الهامة في الحروب، هي اختصاص الأعصاب، الجراحة، إضافة إلى النسائية وطب الأطفال، هذه الاختصاصات تغيب تماما. المشفى الميداني بحسب ما رأيته أنا عندما دخلت إلى نبل والزهراء هو مشفى ميداني متواضع يعتمد على الأطباء الذين يختصون اختصاصات لربما تحتاجها أي قرية أو أي بلدة، ولكن لا يوجد اختصاصات تنفع في الحروب. أنا أشكرك جزيل الشكر رضا الباشا مراسل الميادين في المنطقة الشمالية في سوريا، شكرا جزيلا لك. ومن ريف حلب إلى ريف درعا، حيث قتل القيادي في جبهة النصرة المدعو أبو همام الجزراوي سعودي الجنسية في اشتباكات مع الجيش السوري في الشيخ مسكين. الجيش يكثف عملياته في تلك المنطقة لتثبيت خطوط حمر تمنع أي تقدم للمسلحين يمس بطرق اتصاله بالقطع العسكرية ويهدد طريق درعا دمشق. تقرير ديما نصيف. القتال في البساتين حول شيخ مسكين، مقاتلو النصرة يحاولون سحب قتلاهم من أرض المعركة تحت نيران الجيش. النصرة أيضا ومقاتلان يتسللان لتلغيم مبنى للجيش.
العبور إلى المبنى تحت الرصاص، الألغام تنفجر بالمقاتلين. من تل الشعار الجيش لا يزال يرمي مواقع المسلحين ويهدد خطوط إمداد النصرة، ويحول دون وصلها جيوبها في القنيطرة ودرعا ببعضها البعض ورسم المنطقة العازلة بالشراكة مع إسرائيل. فلا حرب على الجبهة الجنوبية ضد الجيش من دون دعم إسرائيلي خلف خط فصل القوات في الجولان، طبي قبل أشهر، استخباري وتغطية مدفعية وصاروخية اليوم. لواء شهداء اليرموك وقائده محمد البريدي على ما تقوله التسريبات خلف لواء الحرمين وشريف الصفوري في تنسيق التعامل مع الوحدة 504 الإسرائيلية وعند المعابر التي أصبحت بيد النصرة. الأردن لا يخرج عن الموقف الأمريكي ولم يعتد أن يخرج على الموقف الأمريكي، لكن أحيانا رعونة الطلب الإسرائيلي وأحيانا غطرسته تدفع الأردن إلى التريث وربما استدراك ما يمكن استدراكه. الهجوم في الشيخ مسكين أوقف تمدد النصرة وفرقة حمزة وحركة المثنى في الجبهة الجنوبية، 4 عمليات متزامنة للوصول إلى الغوطة الغربية لدمشق تقوم بها لتشتيت وحدات الجيش ومحاصرتها وسط حوران. الجيش السوري تقدم لاستعادة الشيخ مسكين القريب من طريق دمشق درعا الدولي لمنعها الوصول إليه وقطع الاتصال بين وحداته في درعا في الجنوب والصنمين شمالا. تحاول السيطرة على الشيخ مسكين وقطع الطريق الرئيسي الأوتستراد بين دمشق ودرعا، يدمر ويحبط كل إمكاني لتقدم التعزيزات للشيخ مسكين سواء من اتجاه جاسم وصولا إلى نوى، إلى تل حمد وصولا إلى الشيخ مسكين. استبق الهجوم أرسال النصرة تعزيزات في موجة ثانية لاقتحام خان أرنبة ومدينة البعث. النصرة وحلفاؤها اصطدموا بتحصينات أعدت لمواجهة إسرائيل قبلهم لحماية أوتوستراد السلام بوابة دمشق، واستعاد الجيش في طريقه تل عريد وعين عفا عند دير العدس لتحصين الريف الغربي الدمشقي من أي عمليات تسلل. فقد أي تقدم للمجموعات المسلحة في الجبهة الجنوبية أهميته العسكرية السابقة، فلا هي قادرة على تحويل ما تسجله من نقاط على الأرض إلى مكاسب سياسية ولا على تهديد دمشق التي أصبحت خارج الحسابات الدولية. ديما ناصيف، دمشق، الميادين. وفي ريف دير الزور قتل وجرح عدد من مسلحي داعش بانفجار سيارة مفخخة قرب النادي الرياضي في مدينة الميادين. أما في ريف إدلب فقد تجددت المواجهات بين النصرة من جهة وجبهة ثوار سوريا من جهة ثانية في عدد من قرى المنطقة. سياسيا، محادثات مهمة جمعت وزير الخارجية السوري وليد المعلم في سوتشي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف. القيادة الروسية أكدت لسوريا مجددا أن لا تراجع عن موقف موسكو الداعم لدمشق وللرئيس الأسد. سلام العبيدي. موسكو تدعم دمشق بل القيادة الروسية تدعم نظيرتها السورية، هكذا يمكن اختصار نتائج المباحثات التي أجراها وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دبلوماسيته سيرغي لافروف. في سوتشي استقبل المعلم وفيها استمع إلى كلام مطمئن ليس فقط بخصوص أفكار روسيا الخاصة بتسوية الأزمة السورية، وإنما بالنسبة لدعم موسكو المتعدد الأوجه لدمشق في حربها على الإرهاب. لقد أكدنا اليوم أن روسيا ستستمر في تقديم الدعم لسوريا ولغيرها من الدول التي تتعرض لهجمة إرهابية بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة هذا التهديد. أما وليد المعلم فقد ذهب إلى أبعد من ذلك ليعلن وبصريح العبارة أن الرئيس بوتين يدعم نظيره السوري وبقوة لا تقبل الشك أو التأويل. أكد فخامته على تصميم روسيا الاتحادية التعاون مع سوريا ومع الرئيس بشار الأسد من أجل الانتصار على الإرهاب ومن أجل تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلدينا. كذلك أجريت محادثات مع صديقي سيرغي لافروف تناول الوضع الراهن في المنطقة وكذلك ما تواجهه سوريا من تآمر لم يعد خافيا على أحد، من تركيا، من السعودية، من قطر إلى آخره. مباحثات سوتشي وضعت النقاط على الحروف فيما يتعلق بموقف موسكو من الأزمة السورية وسبل حلها. 3 لآت تعكس ثبات الموقف الروسي،
لا حل عسكريا للأزمة، لا للتدخل الخارجي في سوريا، لا مكان وراء طاولة الحوار السوري للإرهابيين. سلام العبيدي، سوتشي، الميادين. المحادثات بين موسكو ودمشق في سوتشي بروسيا حملت أبعادا مهمة في توقيتها ومضمونها، ولا سيما بالتزامن مع مشاريع غربية تركية خليجية لفرض ضربات ضد سوريا ولإنشاء مناطق آمنة للمسلحين بحسب ما تخطط له أنقرة. تقرير حسن عبد الله. لا تنفصل محادثات وزير الخارجية السورية وليد المعلم مع القادة الروس، وخصوصا اللقاء غير العادي مع رئيس فلاديمير بوتين، لا تنفصل عن المسار السياسي الثابت الذي رسمته موسكو ودمشق لمقاربة الأزمة في سوريا، ولا سيما عندما تستشعر العاصمتان استعدادات غربية للقفز باتجاه الحلول العسكرية للأزمة السورية أو للدخول في مشاريع مفاوضات غير مجدية على غرار مؤتمري جنيف 1 وجنيف 2 بحسب تقديرات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عقب لقائه الوزير المعلم. الحراك الدبلوماسي الروسي بالتنسيق مع دمشق يأتي في سياق مشروع متكامل يعمل عليه الوزير لافروف منذ فترة، وقد مهد له باتصالات في غير اتجاه ركزت على لقاءات مع بعض أطراف المعارضة السورية وصفت بالناجحة جدا. في هذا السياق تختار موسكو التوقيت الملائم لتؤكد ثابتة دعم سوريا في حربها على الإرهاب، من دون أن تنسى انتقاد الحلف الأمريكي وضرباته الجوية لتعارضها مع القانون الدولي ولرفض واشنطن التعاون مع دمشق في مكافحة الإرهاب. لا حل سياسيا على طريقة جنيف ولا تراجع عن دعم سوريا ضد الإرهاب، رسالتان استبقت بهما موسكو ودمشق مشاريع كثيرة تتنقل بين عواصم الغرب وتركيا والرياض، كانت فرنسا الأفصح في التعبير عنها تعزيزا للمشروع التركي المقبول من قطر والسعودية توصلا لتسديد ضربات ضد الجيش السوري ولإقامة مناطق تسمى آمنة في شمال سوريا. هذه المشاريع ستكون على طاولة اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش الأسبوع المقبل في بروكسل. نبدأ النشرة بأخبارنا الميدانية، حيث أحرز الجيش تقدما كبيرا في بلدة الشيخ مسكين وأوقع قتلى ومصابين بينهم السعودي أبو همام الجزراوي متزعم تنظيم جبهة النصرة في البلدة، وحمزة محمود الجاموس متزعم ما يسمى كتيبة أبو القيم الجوزية، بينما سقط عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين خلال عمليات نفذها الجيش شمال مزرعة البيطار بمحيط بلدة عتمان وفي بلدات المسيفرة والجيزة وداعل بريف درعا وشرقي دوار المصري وعلى طريق الساد بمخيم النازحين وفي حي الكرك بدرعا البلد. وفي حمص دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة مستودعات للذخيرة وأسلحة لإرهابي تنظيم جبهة النصرة ذراع القاعدة في بلاد الشام في مزرعتي أحمد سليم وعبد العزيز العبيد قرب جامع المصطفى في الرستن، فيما قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على إرهابيين آخرين في قرى عدة بريف حمص. فيما قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على العديد من الإرهابيين ودمرت آلياتهم في حندرات وبيانون وشقيف وبني زيد ليرمون وسليمان الحلبي ومعرسة الخان والزيارة وأرض الملاح والكاستيلو بحلب وريفها. وفي السياق نفسه دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة نفقا بطول 30 مترا ومقرا لإرهابي تنظيم داعش في حي الجبيلة، إضافة إلى تدمير تجمعات وآليات بمن فيها من إرهابيين في أحياء حويجة صقر والحويقة والراشدية في دير الزور. إلى ذلك أفاد مراسل الأخبار في دير الزور بانفجار سيارة مفخخة في الميادين، ما أسفر عن مقتل عدد من إرهابيي ما يسمى تنظيم داعش. وفي ريف اللاذقية الشمالي دكت وحدات من الجيش والقوات المسلحة أوكارا وتجمعات لإرهابي جبهة النصرة في قرية ساقط الكرت وفي قريتي القصاطل والقصب، وأوقعت أعدادا منهم قتلى ومصابين بينهم مروان جانودي وأحسان السيد وماهر عز الدين، إضافة إلى عدد من الإرهابيين المرتزقة من جنسيات أجنبية. وفي ريف إدلب قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على عدد من الإرهابيين وألقت القبض على آخرين في قرى أريدة وحميمات الداير وتل الوز والمجاص شمال أبو الظهور.
المركز القياسي والتقويم بوزارة التعليم العالي يجري الامتحان العلمي الموحد ضمن الدورة الإضافية لطلاب السنة السادسة والراغبين بالتقدم لمفاضلة الدراسات العليا بكليات الطب البشري في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة وخريجي الجامعات غير السورية. وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر مارديني وخلال جولة قام بها للاطلاع على واقع سير الامتحان العلمي الموحد أكد أن الفحص الطبي يشمل جميع الخريجين من كليات الطب البشري سواء على المستوى المحلي أو حتى خريجي الجامعات الأجنبية، مؤكدا أن هذه الجولة تأتي للاطلاع على وضع الامتحانات والأسئلة بشكل عام ومدى توافقها مع الوقت ومفردات المناهج، مشيرا إلى أن كل جولة اطلاعية من شأنها تطوير الأداء بالفحص الوطني الذي يعد قضية أساسية ومهمة في تقييم مخرجات الجامعات السورية بشكل عام وخريجي الكليات الطبية سواء كلية الطب البشري أو الصيدلة والأسنان. طبعا الامتحانات الوطنية بشكل عام بيستلمها مركز تقويم والقياس اللي هو مؤسسة مستقلة تبعيته صح لوزير التعليم العالي، لكن له كوادره بيتم التنسيق مباشر بين وزارة التعليم العالي والمركز لطبعا موضوع الامتحانات، موضوع استقدام الخبراء على مستوى الوطن لإعداد بنك أسئلة. الحقيقة قضايا كثيرة يقوم بها مركز تقويم والقياس حاليا، كما ذكرنا الجديد الآن إدخال اختصاصين جديدين هما طب الأسنان والصيدلة إلى منظومة الفحص الوطني. الموضوع ليس بترف ويجب أن يعرفه القاصي والداني، هو ضرورة ملحة للتعبير عن جودة المناهج السورية والتي نسأل عنها حتى عالميا. تنفيذا لرؤية وزارة السياحة في استراتيجيتها الجديدة نحو تحويل الخسائر إلى أرباح، بدأت الوزارة أولى خطواتها بتوقيع عقد شراكة بين وزارتي السياحة والعمل تمثلهما الشركة السورية للسياحة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأكد المهندس بشر رياض يازجي وزير السياحة أن هذه الشراكة تمثيل حقيقي لعقود الاستثمار التي تسعى إليها بعض المؤسسات للاستفادة منها في مشاريع متنوعة والتي تحقق الربح الاقتصادي المناسب بما يسهم في عملية التنمية المستدامة، لافتا إلى حرص الوزارة على العمل الدائم من أجل ترسيخ مفهوم الشراكة بمعناه الإيجابي، وخاصة حين يتعلق الأمر بشراكة مع مؤسسة تعنى مباشرة بتحسين وضع العامل كجزء فاعل ومهم من شرائح المجتمع السوري المنتجة. ويعتبر العقد تدخلا إيجابيا للسوق السياحية تسمح بإطلاق مشروع الشركة في مجال النقل السياحي، حيث سيتم قريبا تشغيل 14 بولمانا على شكل استثمار يعود برعية قدرها 30 مليون ليرة للشركة سنويا، كما يسمح بإطلاق مشروع الحوالات المالية والنقل الجوي وغيره من مشاريع الشركة. من جانبه أشار وزير العمل خلف العبدالله إلى أهمية هذه الاتفاقية بخلق فرص عمل جديدة وبادرة خير للبلد في تشغيل العمالة السورية تحصل بموجبها التأمينات على جزء من الديون المترتبة على وزارة السياحة. كشف فرع الأمن الجنائي بحلب خيوط جريمة قتل ارتكبها قاتلان بحق امرأة تجاوزت 70 من عمرها بعد أن كانت الجريمة قد سجلت على أنها وفاة طبيعية. العين الثالثة وتفاصيل الجريمة. فرع الأمن الجنائي في حلب كشف خيوط جريمة قتل كانت قد سجلت على أنها وفاة طبيعية، أما التفاصيل فهي بلسان من ارتكبها. أحمد ديك. أدي عمرك؟ 28. أحمد منين بتعرف الملك؟ قريبة والدي كانت تردد عنا على البيت. كيف خططت لحتى تقتله؟ شفت رفيقي عم نتحاكى جبت سيرته، يعني اجت سيرته طلع ما فتحت له الباب. اي ما حسن، قال لي لا تطلع انت معي، قلت له انا بتعرفني، قال لي نقطة لما بتخليها طيبة. طلعت يعني مشان تفتح الباب، يعني هي شقد الساعة كانت؟ 11 ونص الظهر. يعني محمد وائل قزموز. قدي عمرك؟ 24. أول شيء أنا كنت بحاجة مصاري وشفته بالصدفة، يعني أو هيك إنه تلاقينا وكذا وطلبت منه مصاري. اقترح علي فكرة سرقة المرأة، تلاقينا عند درس الدرج وهو طلع دق عليها الباب، فلمجرد إنه سمعت صوته أحمد وكذا وإنه عرفته هيك إجت تسحب الباب، فتحت الباب قال لي إنه تعا هاد البيدونات وتعا، مسك أول شيء هو خنقة
يعني حط ايده عليها وكذا وقاوم. انا لما طلعت على الدرج فتت سكرت الباب او قربت انا كمان مسكته معه خنقه يعني خنقه كانت اول شيء وقفه بعدين حطها بالارض بعد ايه وتاكدنا كمان من الوفاه الاشارب شدينا الاشارب وبلش صار يدور على المصاري انت وياه اي هو بيعرف في مبلغ من المصاري وبنفس الوقت في دهب على اساس هي لابسته لهيك انه ما في داعي ينكوت البيت يخربه في سنارتين دهب لما كانت ميته شلحناها هون تنتين سنارتين ما لقينا شيء ثاني على اساس هو كان في ذهب وكذا وكذا وما بعرف ايش ما لقينا شيء غير السنارتين شلحناها هون بعدين قمنا لما صرنا ندور لقينا في صندوق لقينا في اكسسوارات في قطع هيك ذهبيه اكسسوار ذهبي فكرنا ذهب هلا هو اخذ السوارتين وكيس الاكسسوارات ضل معي انه متاكد منه اذا ذهب مشان خلاص هو بياخد السنارتين وهالكمية هي الذهبات خلاص لألي. أبناء المغدورة عبروا عن ارتياحهم لكشف الحقيقة والمتابعة التي وصفوها لنا بالدقيقة من قبل عناصر الفرع وضباطه. فترة صرنا نتصل فيها خط خارج تغطية كان فخبرنا خالي أنه روحوا على البيت وشوفوا لأنه الجيران عم يشتكوا من ريحة مزعجة. رحنا على البيت وفتحنا البيت لقينا الوالدة يعني متوفية بقلب البيت وتقريبا جثة كانت بطور التفسخ. انتو حسيتوا كأنه هي متوفية وفاة طبيعية؟ وفاة طبيعية. نحن اللي أكدنا هالشي الطبيب الشرعي جاء فحصه وكتب سبب الوفاة احتشاء عضلة قلبية. يعني المعلومات اللي وردتنا أكدت أنه هناك جريمة قتل لحقت بهذه الامرأة. قمنا بإجراء دراسة كاملة عن المغدورة فتبين أن شخص يتردد إلى منزل المغدورة بشكل دائم تصله رابط قرابة معها يقوم بتأمين الحاجيات لها بشكل دائم. عليه قمنا بنصب الكمين اللازم له وألقينا القبض عليه وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة والمعلومات توفر لدينا اعترف بإقدامه على جرم القتل بالاشتراك مع صديق له يدعى وائل قزموز. إذن هي جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد أزيل الستار عليها بعد أن كانت مسجلة على أنها وفاة طبيعية والفضل دائما وأبدا للعين الساهرة على أمن الوطني والمواطن. شادي حلوة التلفزيون العربي السوري حلب. طلاب جامعة البعث كلية الصيدلة يحتجون على قرار وزير التعليم العالي الجائر بنقلهم من جامعة البعث إلى جامعة حلب والفرات ويلزمهم بالدوام مما ألغى بشكل غير مبرر القرار السابق الذي يسمح لهم بالنقل. إلى عنايتكم يا وزارة التعليم العالي، تخبط في اتخاذ قرارات أصدرتموها وانعكست سلبا على الطلاب الذين حولوا تحويلا مماثلا إلى جامعتي حلب والفرات، حيث اعتبر كل من طاله هذا القرار بأنه جائر ومشحف بحقه ولا يستند إلى مسوغ قانوني. فهل يعتبر هذا القرار تصحيحا لقرارات فرضتها الظروف الحالية ويتوجب على الطلاب دفع الثمن؟ يبقى هذا مجرد سؤال برسم الجهات المعنية. هلا المشكلة أول بالبداية طلع قرار ننقل من موازي حمص لعام حلب ونداوم بجامعة البعث. نحن بلشنا نعمل الأوراق ونقلنا بتطلع من فترة قرار إنه الطلاب اللي نقلوا لجامعة حلب إلزام إنهم يداوموا بحلب نروح. نحن اعتراضنا إنه أول شيء ليش القرار يطلع من الأول إذا رح يلزمونا إنه نروح؟ طبعا ما في مجال ابدا انه نروح وهلا نحن يعني ما بنعرف نكمل بالوراق ولا نوقف. ليش طلعوا هيك قرار ما زال نحن ولغوه بعدين؟ ليش نحن اشتغلنا كثير بالوراق وتعبنا فيها ورحنا على الشام من الوزاره جبنا موافقه هذا الفصل اللي راح منا ونحن عم نداوم هون بحمص على اساس القرار القديم. نحن مستحيل نقدر نلحقه ونحن بحلب، يعني الفصل كامل راح منا. احنا قدمنا عملي وعملنا علامات وكل شيء، كيف بدنا نروح هلا نعمل فحص نظري من دون علامات ولا شلون يعني كيف؟ احنا كان خطأنا بس الاول انه ما سجلنا بالمفاضلة، يعني احنا مجموعنا عالي وبحق لنا، بس لانه السنة الماضية لما جينا بدنا نسجله بالمفاضلة ما كان طالع دوام الشرطي، قرار الدوام الشرطي من سيادة الرئيس ما كان طالع. فنطرنا انه اذا طلع الدوام الشرطي بنسجل، ايمتى طلع القرار؟ طلع القرار بعد ما قدمنا على المفاضلة، طلع لي على العام، ليش ما ارجع عام؟ هذا القرار كان كله غلط بغلط، يعني اجى بوقت متأخر. يعني نحن هلا بقى اسبوعين لامتحاناتنا العمليه، يعني ما بقى غير اسبوعين، يعني ما اصلا معروف انه اذا ما سجلنا حضور التغى اسمنا من ماده، يعني ما عاد نلحق الا نروح لهونيك ونسجل. هذا ظلم للطلاب، يا اما بيطلع هذا القرار السنه الجاي، بيطلع انه السنه الجاي مع قرار تحويل متماثل مشان يفهم الطلاب
يا أما ما في داعي أنه يطلع القرار أو يشملنا نحن، لأنه هيك نحن انظلمنا. قرار قد يؤثر على مستقبل الكثير من الطلاب، نأمل من الجهات المعنية إعادة النظر والرأفة بحالهم للوصول إلى حلول منصفة تحافظ على مستقبل الطلاب وتبعدهم عن الضياع. من جامعة البعث بحمص، أخبار التلفزيون، إيمان إبراهيم. مبادرة للشباب السوري احتضنتها منظمة أمل التابعة للأمانة السورية للتنمية والمنظمة السورية للمعوقين ضمن مشروع توعوي كبير للتبرع بالدم لمرضى التلاسيميا. هي نبضة من الأمل لمجموعة من الشباب السوري المثقف للتوعية حول مرض التلاسيميا ورعاية مرضى. حبينا نلبي نداء جمعية نبضة أمل التبرع بالدم لمرضى التلاسيميا. بهذا اليوم عم نحاول ندعم مرضى التلاسيميا عن طريق جمعية نبضة أمل، بحيث أنه نقدر ندعم هذا المجتمع ونرجع جزء ولو صغير من البسمة على وجوه هدول الأطفال. احتضن هذه المبادرة منظمة أمل التابعة للأمانة السورية للتنمية والمنظمة السورية للمعوقين ضمن مشروع توعوي كبير للتبرع بالدم لمرضى التلاسيميا. ومن المعروف عن التلاسيميا بأنها من أشع الأمراض الوراثية، خاصة في منطقة البحر المتوسط، ومن أعراضه فقر الدم إضافة لاضطرابات أخرى متعددة يحتاج مريضه إلى نقل دم منتظم كل شهر تقريبا. هي حملة تهدف للتبرع بالدم لصالح مرضى التلاسيميا. طبعا المبادرة احتضنتها منظمة أمل التابعة للأمانة السورية للتنمية بهدف أنه يتم التوعية عن هذا المرض والتبرع لهذا المرض. جينا لنتبرع بالدم كرمال نوقف معهم ونساعد بهذا المرض. نبضة أمل محتضنة من قبل منظمة السورية للمعوقين أمل ضمن مشروع كبير، هو مشروع توعوي وربط للتوعي، ربط للتطوع بالوعي. اليوم مو بس عم نجمع تبرعات لمرضى التلاسيميا، اليوم عم نوعي بهذا المرض، عم نحاول ندمج هدول المرضى ضمن البيئة اللي هن عايشين فيها. تهدف هذه الحملة بأن يكون لكل مريض تلاسيميا أخ بالدم يتبرع له دائما، وتوعية عامة للشباب السوري حول هذا المرض. تفقد محافظ إدلب وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي السكن الجامعي في المحافظة، إضافة إلى اطلاعهما على واقع العمل في الهلال الأحمر فرع إدلب. خلال زيارته إلى سكن الوحدة الأولى في المدينة الجامعية وبصحبة أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي، تمنى محافظ إدلب الدكتور خير الدين السيد على الطالبات القاطنات نقل الصورة الحقيقية إلى أهاليهم بصدق وأمانة لما تقدمه الدولة لهم من تأمين احتياجاتهم ومستلزماتهم، والعمل مع كافة الجهات المسؤولة على تذليل الصعوبات التي تعترض متابعة تحصيلهم العلمي والدراسي. بياخذوا شيء رمزيت كتير مقابل السكن، يعني مقابل شيء بندفعه بالأجار مقابل شهر واحد، مأمن الكهرباء عطول، المي عطول، في تدفئة، في عطونا وزعونا معونات، وفي وزعونا كمان في تخوتي بالغرف، والحمد لله أنه يعني كتير الوضع منيح. بحاول قد ما فينا نحن نأمل لهم كل شيء بالدنيا، حتى كتعامل، كحالة نفسية، كأخوي، كأمهات، بنحاول نكون معهم. يعني دعم هذا المرفق للصعود فيه إلى مستوى اللائق بأن يكون سكن حقيقي للطلاب الجامعيين، وعم نعمل كل ما بوسعنا لتأمين حاجات الطلاب ولا سيما من المياه. الحقيقة أنا اللي همني أكثر من أني أشوف الحجر وشوف المدينة، شوف الإنسان وشوف هالصبايا اللي موجودين هون، اللي أنا بقناعتي أن دولي كلهم مقاتلين، يعني مجرد أنه عم يستمروا بالدراسة. سألتوهم وشفتوا، كنا عم نسألهم كل واحدة من منطقة، في منهم من مناطق مسلحة، في منهم مناطق تحت مثل ما بيقولوا تحت رزالة الإرهابيين والتكفيريين، بالرغم من كل هالشيء حرصوا هني وأهاليهم على أنه يجوا يدرسوا. حقيقة ما تقدمه سوريا لا يقدم في أي دولة من دول العالم، خاصة في قطاع التربية والتعليم العالي. لا سيما نحن ندرك تماما بأن التربية والتعليم العالي تحتل ركن أساسي من أركان التطور والرقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة. كما زار المحافظ العاملين في فرع الهلال الأحمر العربي السوري بإدلب في مقر إقامتهم بفندق الكارلتون، واطلع منهم على أهم الأعمال التي يقدمونها والدورات التي يتبعها المتطوعون، وأثنى
على الجهود الكبيرة التي يقدمها فريق العمل في الجانب الإغاثي والإنساني. كما وجه المحافظ الشكر للأستاذ عبد الرحمن العطار المسؤول المباشر عن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وعلى فندق الكارلتون لوضعه الفندق تحت تصرف محافظة إدلب ليتم استثماره وإعادة إحياء الحركة السياحية في المدينة من جديد. اتخذ مجلس محافظة السويداء خلال اجتماعه في الجلسة الختامية للدورة العادية السادسة مجموعة من التوصيات بعد الاستماع إلى اللجان المختصة. خلال جلسته الختامية للدورة العادية السادسة للعام الجاري والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس عصام الحسين، اتخذ مجلس محافظة السويداء وبعد الاستماع إلى خلاصات لجانه المختصة رزمة من التوصيات التي عرضت على المجلس وتم إقرارها وأهمها: دعم الأندية الرياضية بمساعدة مالية سنوية من الموازنة المستقلة، ووضع أولويات لتوزيع مادة المازوت وفق الحاجات الملحة، إضافة إلى إحداث مستودعات لمادة الطحين في مدينتي صلخد وشهبة والمنطقة الشرقية، وإجراء مناقلة ضمن اعتمادات العمليات الجارية لعام 2014 لعدد من الأجهزة المحلية. تقترح اللجنة دعم الأندية الرياضية بمساعدة مالية سنوية من الموازنة المستقلة للمحافظة. تأكيد على توصية سابقة بإحداث مستودعات لمادة الطحين في صلخد وشهبة والمنطقة الشرقية. توص اللجنة الموافقة على إجراء مناقلة ضمن اعتمادات العمليات الجارية لعام 2014 للأجهزة المحلية التالية: كل المناقلات زملاء هي على الموازنة الجارية الباب الأول والباب الثاني. كما شهدت الجلسة الختامية سلسلة من النقاشات الجريئة البعيدة عن المجاملات والتي تصب في النقد البناء الهادف إلى خدمة المصلحة العامة. بدنا نفهم هذه المناقلة شو أسبابها وكيف كانت، وبدنا عبر السنوات من وين اجت المصاري؟ ليش كانت مثلا 10 ملايين صارت 100 مليون او صارت 5 ملايين؟ يذكر ان دورة المجلس هذا استمرت لمدة 4 أيام متتالية. اختتم مهرجان الصحفيين الثقافي السياسي الرابع الذي أقامه اتحاد الصحفيين في اللاذقية وطرطوس بمناسبة الذكرى 40 للحركة التصحيحية، تأكيدا على دور الإعلاميين والصحفيين خلال الأزمة. مهرجان الصحفيين الثقافي والسياسي الرابع الذي أقامه اتحاد الصحفيين في اللاذقية وطرطوس تحت عنوان الحرب على سوريا والصمود الأسطوري، احتفالا بالذكرى 44 للحركة التصحيحية المجيدة، اختتم فعالياته بيومه الرابع في محافظة طرطوس بحضور قامات ثقافية وسياسية وفكرية مؤكدة الدور الكبير للإعلاميين والصحفيين في الحرب الشرسة التي تشن على سوريا من خلال كشف الأكاذيب التي يبثها الإعلام المعادي. ونقل رئيس اتحاد الصحفيين خلال المهرجان دعم محافظ طرطوس وأمين فرع حزب البعث في المحافظة لإحداث فرع للصحفيين في طرطوس. ما نقوم به وجزء قليل ويسير من واجبنا تجاه مجتمعنا وشعبنا، فيه أيضا تحية لأرواح الشهداء وللمقاتلين من أبناء جيشنا الوطني الباسل. الصحفيون تعرضوا كغيرهم من شرائح المجتمع في سوريا لجرائم العصابات الإرهابية بما فيهم الشهداء الذين سقطوا لنا، والذين نحاول الآن في هذه المهرجان أن نقول لهم لم تسقطوا سوى شهداء على مذبح قيامة الوطن الذي ننتظر وانتظرتموه معنا. وفي محراب يوم الختام قدمت العديد من المحاضرات حول الحرب العسكرية وقيم الشهادة ودور المرأة وتعميق قيم الشهادة، وحول الحروب التضليلية والافتراضية والاقتصادية وتداعياتها على سوريا ومصداقية الإعلام السوري. في الجزء الثاني من محاضرتي كان هو عن إعادة الإعمار. إعادة الإعمار وضعت يعني لا أقول خطة وإنما رؤية ذاتية تعتمد على أنه يجب تفعيل كل القطاعات الاقتصادية من خاص وعام ومشترك، يجب التركيز على المواطنة قبل كل شيء. منذ بداية الأزمة كان هناك إلى حد ما بعض الارتباك في الإعلام، بعد ذلك استطاع هذا الإعلام وعبر كوادره المتميزة أن يواجه إلى حد كبير هذا التضليل الإعلامي، واستطاع أن يوصل الرسالة سواء كان للداخل السوري الذي اكتشف ولو البعض منهم ولو متأخرين أن ما يجري ليس إلا مؤامرة على البلد لتدمير البلد، لتدمير سوريا الدولة، سوريا الشعب. وتخلل المهرجان معرض فني كاريكاتيري ضم 31 لوحة كاريكاتيرية تؤكد أن الكلمة وريشة الفنان السوري أقوى من رصاص الإرهاب وأن الرموز السورية الأصيلة باقية. أقام فريق حلب التطوعي بالتعاون مع غرفة الصناعة حفلا فنيا خيريا يعود ريعه لأبناء الشهداء وذويهم.
تحت عنوان حلب يا نبع الحياة، أقام فريق شباب حلب التطوعي بالتعاون مع غرفة الصناعة حفلا موسيقيا خيريا يعود ريعه لأبناء الشهداء وذويهم، قدمته مجموعة من شباب تلك المدينة الصامدة. طبعا نحن ما عم نقدر نقدم شيء غير بصواتنا، فحبينا نستثمر صواتنا لنقدم شيء لهالبلد. طبعا نحن قدمنا هالشيء بالنهاية لأمنا الغالية سوريا ولأمنا هي الثانية حلب. نحن شباب لساتنا عايشين، وحلب رغم كل شيء عم بيصير فيها نحن لسه في عنا أمل. قدمت اليوم غنية عطونا الطفولة لكل أطفال حلب، لأنه نحن منشجع الجيش العربي السوري. لازم كلياتنا ندعم أسر الشهيد ودعم الشباب الحلبي. هي حلب رح نضل عايشين ورح نضل كلنا موجودين مهما عملوا. دايما فيها حياة حلب، دايما فيها روح، فيها قوة، بتعطي أمل لكل الشعب السوري بالرغم من كل شيء. هي عبارة عن تكريم لأسر الشهداء عن طريق هالشباب هدول. الحياة تنبع من وسط الموت ومن وسط الشهادة. الحياة هي قدسية تتميز بأنها تستطيع أن تفجر كل شيء لتخرج وتقول نحن هنا. عبارة عن رسالة بدنا نبعثها لكل العالم، من أهالي حلب لكل العالم، أنه حلب تضل مستمرة بحياتها رغم كل محاولات الإجرامية والإرهابية لقطع سبل الحياة عن حلب. حلب تضل تنبض بالحياة وتضل هي نبع الحياة.